عنا توا ايامات اشتر العالم ما يحكي كان على تونس، الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا، ايطاليا والاتحاد الاوروبي يحذروا من انهيار الاقتصاد التونسي ويقولوا انه الحل الوحيد هو اتفاق مع صندوق النقد الدولي. شنو معناها انهيار الاقتصاد؟ معناها تونس تنجم توصل لمرحلة تولي ما تنجمش تصب فيها شاري، ما تنجمش تشري الدويات، وما تنجمش تشري مواد غذائية أساسية كيما القمح اللي نستورده فيه من البر. الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي من نجم نصوله كان من بداية في مجموعة من الإصلاحات، كما أن نقصوا في كتلة الأجور، نقصوا في الفلوس اللي نصرفوا فيها على الدعم، نزيدوا في أسوان بعض المنتجات ونبيعوا بعض الشركات العمومية. نفس الاتفاق هذا حاضر من البرومية تريمستر دو 2022، والحكومة قدمت البرنامج هذا للفامي، أما الدوسي واحل عند رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية قيس سعيد وينه في الأثناء؟ هاو يشرب في قهوة في باب سويقة، هاو يحب يعمل لنا المركز العالمي للخط العربي، وهاو آخرتها يحبوا يدزوه باش يسنسر مسلسل فلوجة، وهو أصلاً من اللي بدا رمضان ما طلش عليه.